منذ إطلاق الصين مبادرة الحزام والطريق، أظهر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي مرونة وحيوية قويتين بشكل متزايد، حيث ارتفع حجم التجارة بين الصين والدول العربية من 222.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 431.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022. بالإضافة إلى تجارة النفط والغاز التقليدية، دخلت العديد من المنتجات الزراعية المميزة من الدول العربية إلى الصين عبر منصات التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، زيت الزيتون من تونس، والجمبري الأبيض من المملكة العربية السعودية، والتمور من الإمارات العربية المتحدة وما إلى ذلك. ولقت هذه المنتجات إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين الصينيين. وفي الوقت نفسه تدخل سيارات الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية الكهربائية والهواتف الذكية وغيرها من المنتجات الصينية إلى الدول العربية بشكل متزايد. الصين بكل المعايير انتقلت خلال فترة وجيزة من يعني الصورة التقليدية التي عرفت بها كمصنع للعالم في الصناعات يعني متوسطة التعقيد والتكلفة والتقدم التقني. اليوم الصين يعني بكل المعايير تقود في المجالات ذات التقنية الفائقة والمعقدة، سواء كانت يعني النقل، سواء نقل القطارات السريعة، السيارات الكهربائية، الطيران والفضاء. رأينا الصين تدخلها وبقوة في مجال تقنية المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية وأجهزة الحاسب الآلي المختلفة، مجالات الصحة أيضا والصيدلة والأدوية وما إلى ذلك، كلها بدأت الصين تتقدم فيها وبشكل متسارع جدا. على مدى العقد الماضي، قد وقعت الصين وثائق تعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق مع 22 دولة عربية وجامعة الدول العربية، ونفذت ما يزيد عن 200 مشروع تعاون واسع النطاق، واستفاد منها ما يقرب من 2 مليار شخص من الجانبين. We think that the interconnectivity that is created by the Belt and Road, the potential subsequent effects in increased levels of trade and commerce and the relationships. المبادرة جدا ممتازة وتؤكد على أن النمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد لحياة أفضل للبشرية ولارتباط الدول فيما بينها والتعاون فيما بينها، يقود إلى مستقبل أفضل للبشرية ولشعوب كل دول العالم. واليوم يستمر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي في التوسع إلى المجالات الناشئة مثل الاتصالات والأقمار الصناعية وغيرها، كما حقق التعاون في مجالات التنمية الخضراء والثقافة والتعليم والصحة وغيرها تطوراً مستمراً. تعاوننا بشكل كبير مع أفضل الشركات الصينية بالنسبة للزراعة، تعاوننا مع شركة من أكبر الشركات الموجودة في مدينة شندو، وكذلك ذهبنا إلى زيارة للمعهد معهد العلوم الصيني، قابلنا البروفيسور المعروف مستر هان، وذهبنا إلى كذلك معهد دراسة الكربون في مدينة شندو، وقابلنا مجموعة من البروفيسورات الموجودين هناك. وهناك توجه بإذن الله تعالى لإنشاء أول معهد في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة بإذن الله تعالى. 这几年我们投资的大量企业呢已经开始走出去，包括东南亚、中东、东欧这些地方。而且呢，我们肯定帮着这些企业，希望能帮到他们。数字工坊呢是惠博机器人精心打造的国际化职业品牌，是基于鲁班工坊的基础上。 我们垂直领域做机器人领域智能制造领域的一个新的全新品牌，目前呢，数字工坊已经在泰国的泰国理工大学落了第一个院校。那么目前我会根据“一带一路”的倡议，在“一带一路”的国家上逐步去布局。那中东的沙特也是我们下一个发展方向。